نقدم الشكر والامتنان لجميع من واسانا مصابنا الجلل، سواء بالحضور أو اتصالات. ترى أمة تسعى بهيئة مفرد، سلام على من ربياه صغيرا. سافر في نواحي الأرض يباري موطن الطيبة، هذا من ضناه الوقت أمل وزهور من طيبة. تبقى ذكرى حاضرة في كيان محبيه وأصدقاء. امتد الحزن والنعي بفقده إلى خارج البحرين. اليوم طبعا أنا ما كنت أتمنى أن أنعي، ولا كنت أتمنى أن يأتي اليوم اللي أرثيه، فأنا عرفته منذ أكثر من 4 عقود. منذ العام 1980 كنا نعمل معا ليل نهار يدا بيد، وكانت أحلامنا كبيرة. الحمد لله حققنا جزء كبير منها، ولكن الرحيل المفاجئ والمبكر لأخي ورفيقي وزميلي الشيخ خالد، وأقول للجميع، أنا للبحرين كلها، لأهله، لأبنائه، ولإخوانه وأخواته، لمحبيه، إن خالد قد رحل عنا بجسده، ولكنه يظل خالد فينا بفكره وبتراثه وبما تركه بسمته بوجهه الجميل، فهو يعيش فينا أبد الآبدين. عمل كل ما يستطيع أن يعمل في خدمة البحرين وفي خدمة رسالة جلالة الملك إلى العالم بالسلام والتعايش والمحبة، فكل ما تقول في عن صفات هذا الشخص تعجز أن تتكلم عنها، ولكن ستبقى أعماله خالدة، وسيبقى اسمه خالد في ذاكرة الوطن. نقول الله يرحم المغفور له، وإن شاء الله طبعا يعني مثل ما تقول يعني أعماله ماشية. طبعا ما بيكون هو قائب، ولكن جسميا قائب، لكن أعماله بتكون حاضرة. ولا شك أن للفقيد مناقب كبيرة في مجال الأدب وفي مجال التاريخ وفي مجال التعايش السلمي، ورسالة البحرين الحضارية، رسالة جلالة الملك للعالم جميع. فيا رب العالمين الله يرحمه ويتغمد روحه الجنة، ويلهمنا إن شاء الله أن الناس نمشي على خطاه وعلى المسار اللي سار فيه قبلنا، ونوصل إن شاء الله رسالة البحرين للعالم بنفس ما كان هو الله يرحمه يوصلها.